ونتحول للمنامة وموفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. محمد، يعني انقل لنا أحدث التفاصيل بشأن التحضير لقمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة. نعم، حكمة يعني منذ صباح باكر غدا تستقبل مملكة البحرين القادة والزعماء والرؤساء المشاركين في القمة 33 هنا في المنامة. ثلثي الزعماء والقادة والرؤساء والحكام العرب سيحضرون هذه القمة وأكدوا حضورهم، أما من لم يحضر على مستوى القادة فيمثل في القمة بوفد رفيع المستوى، هو نجاح للدبلوماسية البحرينية وأيضا نجاح لمؤشر لنجاح هذه القمة. يعني إذا أردنا أن نتحدث أكثر عن الاستعدادات اللوجستية، مملكة البحرين أتمت استعداداتها اللوجستية منذ بداية هذا الأسبوع تحضيرا لهذه القمة من الاجتماعات التحضيرية التي استضافتها مملكة البحرين. أيضا غدا إن شاء الله هي أجازة رسمية في هنا في البحرين لكافة المصالح الحكومية والمدارس والجامعات، نظرا لحالة الطوارئ الموجودة لاستقبال المملكة للرؤساء والزعماء المشاركين في من القادة العرب المشاركين في القمة العربية 33. هذه القمة لها ظروف خاصة رغم أنها دورة عادية، ولكنها لها تحيطها ظروف استثنائية وتأتي ضمن القمم التي شهدت تحديات جسام. نتذكر قمة 1956 في بيروت والتي عقدت لدعم مصر إثر العدوان الثلاثي عليها، قمة 1976 في الرياض وفي المملكة العربية السعودية لوقف حقن ووقف نزيف الدم اللبناني، 1990 القمة الغامة التي عقدت بعد الغزو العراقي للكويت، 2002 قمة بيروت ومبادرة السلام العربية، 2022 قمة الجزائر التي أطلق عليها قمة لم الشمل، نعم، وأخيرا 2023 قمة جدة قمة الجسور المفتوحة والتي تمت دعوة فيها للرئيس السوري بشار الأسد وحضر هذه القمة، ومن المقرر أيضا أن يحضر هذه القمة بعد أن تم توجيه الدعوة رسمية للرئيس السوري لحضور هذه القمة. إذن نحن نشهد قمة مختلفة مثل بقية القمم التي ذكرناها نظرا للأحداث الجسام، وبالأخص فيما يتعلق بالملف الفلسطيني والتطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني، فهي قمة تحطها ظروف استثنائية بامتياز، ويترقب الشارع العربي هنا والمواطن العربي فيما ستسفر عنه هذه القمة في كيفية التحرك العربي والتعامل العربي مع التطورات الحاصلة في الملف الفلسطيني الإسرائيلي. نعم، محمد عبد الله، موفد التلفزيون المصري إلى المنامة، شكرا جزيلا لك.